انا فرحانه بزاف، فرحانه بزاف باسكو انا مغربيه وبنت شاب وبنت المدينه القديمه، واليوم تشرفت على ان القنصل ديال امريكا جا عندي المحالي وكبر بيا، حل معايا لي زويد، صاوب معايا باناشي، قد معايا الثلج، دار الخدمه اللي كيديرها ولاد الشعب اللي انا بنت الشعب. سي بوغ سا انا كنطير بالفرحه، كنشكر بزاف المسؤولين ديال الجماعه الدار البيضاء اللي كلهم وقفوا معايا وعاونوني في التصوير وغطاو ودعموني. بوغ ما هادوك هاد الناس كاملين سي ما دوزيام فامي. كنشكر الشاف ديال المارشي، كنشكر البوليس، كنشكر كلشي الناس اللي في المارشي اللي كيبيعوا ويشريوا. بوغ موا هما كاملين بحال عائلتي. اي فوالا، كانت تجربه زوينه بزاف. سا سي فوا الفرحه من وجهي، سا سي فوا باينه. جا وخدم ضرب تماره اليوم، حليت زويد. عرفتي انا فرحانه حيتاش انا كنعلم الناس، واخا يكونوا كبار ولا صغار يتعلموا يحلوا لي زويد. وانا ما كرهتش الخطوه ديالي الثانيه، هو المغاربه كلهم يتعلموا يحلوا لي زويد، وغندير بزاف ديال الفيديوهات باش كلشي يتعلم يحل لي زويد. كنبغي نقول ليه كنشكرك بزاف لانك جيتي لعندنا وكنتي متواضع كانك انسان عادي، وكنتي ظريف وهضرتك كانت زوينه وظريف. فما سي مون فخير عزيز ماشي انا، هو كان متبعني في الانستغرام وكان كيتبعني ولا كيجي يتقدم عندي لمده واحد العام، وحتى عرفني كيفاش دايره غير باش طلب مني على انه يجي لعندي، وبقى كي 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 انسيستي كي انسيستي. كنقول ليه لا راه ما عندناش كيفاش، راه خاص الرخصه، ومشى دار الرخصه والناس ديال الجماعه كلهم وقفوا وعطاو الرخصه فاسيلمون وعاونوه. يعني باش تعرفوا المغرب راه متطور بزاف، انا فريمون عجبني الحال. وجاو صورنا اليوم وكانت الحلقه ان شاء الله غادي تتابعوها، كانت جد 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 زوينه بزاف. تو سي كو باناشي انا اللي درته اول مره، دارت باناشي هي انا. كنت جالسه وقلت علاش ما نديرش باناشي، نبدل ندير شي حاجه جديده. درت لي زويد، خدرت لي كلامز، درت لي كوتو، وراك شتي تبارك الله السيده ديال الدار البيضاء حتى هي شرفاتني. لالا كنزه جات شرفاتني وكبرات بيا ودارت باناشي وحلات معايا لي زويد، وحلات لي كلامز، وحلات لي. يعني فريمون انا فرحانه لانني مغربيه والعيالات المغربيات الحرات. وعلاش قادات؟ علاش قادات؟ وخصنا نكونوا قادات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.